بسم الله الرحمن الرحيم. قادر الطفار النائب الاولى رئيس مقاطعه البوله. اولا كان هدية الفوز العظيم لحق المنتخب المغربي الى صاحب الجلاله. وصراحه اليوم المنتخب المغربي لعب واحد الدور طلائعي كبير ودخل قلوبنا كل القلوب لكل المغاربه كل الفرحه والسرور. وهذه الفرحه تثلج الصدر لان اللي كتشوف المنتخب المغربي حتى ال 120 دقيقة حتى الضربات الترجيحية الحمد لله ما دهشوا ما خافوا ما نهزموش ما بقات الثانية ديالهم مرتفعة إلى آخر دقيقة. يمكن اللي غنهنيهم ونقول للمنتخب المغربي نتمنى لكم المزيد من التألق والنجاح وسيروا سيروا سيروا راكم غادي تمشيو للفينال النهائي إن شاء الله. غادي نعطي الكلمة لبنتي لالا عيشة وتايات واحد الكلمة تصديرية للمنتخب المغربي. السلام عليكم عشان الصباح. أنا أول حاجة فرحانة بزاف لحقاش المغرب ربح وباقي بزاف باقي ثلاثة ديال الأشهر باش ناخدو إن شاء الله كأس العالم وإن شاء الله غادي ناخدو نبقاو دائما بهذا الحماس ودائما فرحانين وكل شيء باش ناخدو كأس العالم. وشكرا ليكم بزاف شكرا لبونو الحارس اللي صراحة قمع نجو وقتا مخر باش ما تخش الكرة السلسلة. وأيضا كنشكر وليد الركراكي اللي نجحت الخطة ديالو الأخر ضروري خصنا نتفرج لحقاش المغرب راه ديالنا كاملين وغنبقى حتى الأخر نشجع المغرب باش ان شاء الله يوصل لكوب مونديال وناخذوا كاس العالم. كنتي كتفرجي مع العائله ديالك مع باباك وماماك وكلالاك والعائله كامله كيفاش كنتي كتحسي وانت كتفرجي بديك اللحظه؟ الصراحه العائله ديالي كتتحمسني الصراحه كتعطيني قوه و الا جلست مع عائلتي تفرجت معاها راه واحد الصوره كبيره.